ينضم إلينا حول هذه الأسباب أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد علي المحجوب. سيد محجوب أهلا بك إلى السابعة. أهلا وسهلا بك وشكرا لقناة النبأ لفتح مثل المواضيع التي تمس المواطن وحياته اليومية. نعم، الدواء في قانون الاستيراد الليبي، ما القانون الذي ينظم استيراده ويتحكم في أسعاره؟ هو حقيقة الأدوية والمستحضرات الطبية هي لا تتبع وزارة الاقتصاد، حقيقة هي تتبع جهاز الإمداد الطبي الذي يتبع إلى وزارة الصحة. جهاز الإمداد الطبي يفترض أن يقوم بتوريدات الأدوية التي يحتاجها القطاع العام بشكل عام، وأيضا الأدوية التي من الممكن أن تباع حتى الصيدليات الخاصة. ولكن مشكلة جهاز الإمداد العام حدث كما حدث في صندوق موازنة الأسعار أخيرا قبل يتم إلغائه، والذي كان مسؤولا عن توفير السلع. الحقيقة أن جهاز الإمداد الطبي أصبح يعتمد على الشركات الخاصة في التوريد، أو يشتري من الشركات الخاصة احتياجاته من الأدوية لتوفيرها للقطاع العام، وهذا سبب طيب سيد عدم نعم. توفير الأدوية في القطاع العام. طيب جهاز الإمداد العام يمد المستشفيات العامة فقط، ماذا عن من يتحكم في أسعار الصيدليات؟ لا أحد يتحكم في أسعار الصيدليات، الشركات الخاصة تقوم باستيراد الأدوية ويقوم التجار بتسعيرها وفقا للسوق أو آليات السوق العرض والطلب، وهذا ما يجعل الأسعار عالية جدا. أولا لأن حتى لو أن الشركات حصلت على اعتمادات مستندية فهم يميلون إلى التسعير بناء على سعر الدولار في السوق السوداء كما يحدث في السلع بالضبط، أي يسعرون على أن الدولار بخمسة دينار وهم مرات يكونوا فاتحين اعتماد على جنيه واربعين قرش. طيب سيد محجوب، ألا يوجد استثناء لأنواع معينة من الأدوية من ناحية يعني مستخلصاتها الجمركية؟ يعني على سبيل المثال دواء السرطان عافانا الله وعفاء المشاهدين. هو يفترض أن مثل هذه الأدوية يقوم جهاز الإمداد الطبي بتوريدها وتكون معفية من الجمرك وتكون معفية من الضرائب، وبالتالي توفيرها بأسعار زهيدة في الصيدليات العامة. ولكن أن تقوم شركات خاصة بتوريد هذه السلع فالمشكلة في عدم القدرة على ضبط الجهات الخاصة، سواء كان تجار يوردون سلع أو صيدليات وشركات طبية تورد أدوية، وبالتالي عرضها لن يخضع للتسعير وفقا لتحويل الدولار من المصرف المركزي حتى ولو كانوا متحصلين على اعتمادات، عادة يميلوا إلى التسعير بناء على السوق السوداء. طيب ما هي الجهة المخولة المفترض بها مراقبة أسعار الأدوية لكي تصل إلى المواطن بسعر مناسب؟ يفترض على مصرف ليبيا المركزي أن يصدر بيانات عن الشركات التي قامت بفتح اعتمادات مستندية وتحصلت على الدولار بالسعر الرسمي، لتقوم الحرس البلدي مثلا بمتابعة هذه الصيدليات. أيضا يجب أن تقوم هذه الصيدليات قبل التوريد بالسعر الرسمي أن تعلن عن سعر البيع في الصيدليات في ليبيا، ليتم بعد ذلك محاسبتها من قبل الحرس البلدي أو متابعتها إذا كان أمكن للحرس البلدي أن يتابعها في ظل هذه الظروف. أيضا يفترض على جهاز الإمداد الطبي أن جميع تورداته من الأدوية أن تحمل شعار أنه غير قابل للبيع، لأن نحن لاحظنا حتى الأدوية التي يقوم بتوريدها جهاز الإمداد الطبي للمستشفيات العامة تهرب من المستشفيات العامة وتباع في الصيدليات الخاصة على أنها مستوردة من الخارج. طيب سيد علي، أسعار الأدوية لكي نكون صريحين ليست حديثة العهد، هي من سنوات سابقة، لماذا لم يكن هناك رادع من أجل أن تكون هذه كوكيل سابق لوكالة الاقتصاد، لماذا لم يكن هناك رادع لمنع ارتفاع أسعارها؟ أنا حقيقة قدمت لك بأنني هذا الأمر لا يدفع وزارة الاقتصاد، هذا يدفع وزارة الصحة، وجهاز الإمداد الطبي هو جهاز يدفع لوزارة الصحة وليس لوزارة الصحة. ولكن وزارة الصحة كما هي وزارة الاقتصاد عاجزة عن متابعة أو مراقبة أسعار السلع المستوردة من قبل القطاع الخاص، أيضا وزارة الصحة تجد صعوبة في متابعة الأسعار للأدوية الموردة من القطاع الخاص في الصحة هي الصيدليات والشركات الطبية، نظرا لعدم وجود الأداة التنفيذية التي من الممكن أن تقوم بالمراقبة ومعاقبة المخالفين. الآن الدولة لم تقف على أقدامها ولا توجد الأدوات التنفيذية الضبطية التي تتابع أو تنزل العقوبة بالمخالفين، وهذا للأسف حال البلاد كلها. يفترض أن عامة الناس يتجهون إلى محاربة الفساد بشكل عام، وأن يكون هناك وقفات جادة من المواطنين أنفسهم
ولا يعتمدون فقط على الدولة، لأن الدولة للأسف لا زالت ضعيفة، ولا أعتقد أنها سوف تقوم بأي إجراءات من شأنها إحداث نوع من الضبط أو الرقابة. طيب سيد علي، احنا نتحدث هنا عن وجود قوانين ووجود يعني اعتمادات مفتوحة مستندية، أين هي الحلقة المفقودة؟ الحلقة المفقودة هي القوانين موجودة، ولكن من ينفذ القانون؟ احنا مثلا تجاوز هذه الشركات او فتحها في الاعتماد اساسا يتم بالتجاوز عن طريق مصرف ليبيا المركزي. مصرف ليبيا المركزي يفتح في اعتمادات لتوريد الأدوية لشركات خاصة بدون علم وزارة الصحة، كما انه يفتح في اعتمادات لتجار لتوريد السلع بدون علم وزارة الاقتصاد. اذا في تغييب لهذه المؤسسات، وينفرد التاجر بالتعامل مع القطاع المصرفي ويورد ما شاء ويسعر كما يشاء. نعم سيد علي المحجوب الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.